والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع أهم أنباء المال والأعمال. نتحول إلى ليلى عمر. شكرا لكم إيمان منصور وسحر ناجي، وننتقل الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. أطلقت وزارة البترول استراتيجية طموحة اعتبارا من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتأمين هذه المنتجات الحيوية محليا وتقليل الاستيراد. وتعمل الوزارة حاليا على تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعا، ومن أهمها مشروع توسعات مصفات تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع إنتاج السولار بأسيوط. كما يتم حاليا الإسراع بتنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تبلغ 1.4 مليار دولار تضم مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة في إدكو بالبحيرة ومجمعي إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته بمدينة العالمين الجديدة. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصول الحوض العائم فخر القناة لترسانة بورسعيد البحرية بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة قادما من كوريا الجنوبية. وأكد رئيس الهيئة أن الحوض العائم فخر القناة يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة في ظل استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية واستغلال الموقع المتميز للترسانة في مدخل القناة الشمالية. يتواصل صرف السلع التموينية المقررة لشهر يوليو وسط متابعة من المسؤولين لتيسير عملية الصرف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. عمل لا يتوقف لتوفير وصرف السلع التموينية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، فمن خلال هذا المنفذ بمحافظة الجيزة بدأ اليوم الأول في صرف السلع التموينية المقررة لشهر يوليو وسط متابعة من المسؤولين لتيسير عملية الصرف. تم تشغيل مجمعات فروع الجملة لكي يتم صرف الاستعاضة اليومية للبائعين التموينيين ومنافذ صرف السلع التموينية، بحيث أن أول يوم في الشهر تكون جميع السلع متوفرة وموجودة في جميع المنافذ الصرف. حملات طبعا بتتوجه للمخابز أو للبائعين التموينيين أو مشروع جمعيتي أو المنافذ، وشغالة تقريبا 24 ساعة، ولو في مخالفات أو في أي حاجة طبعا بتحررها. هنا يحصل المواطنون على كل السلع المقررة لهم، وتوفر مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة العامة والمصرية بوزارة التموين احتياجات منافذ صرف السلع، والتي يبلغ عددها 40,000 منفذ تمويني لصرف 32 صنفا ل23 مليون بطاقة دعم بقيمة 3 مليارات جنيه لهذه السلع شهريا. كل سلع موجودة بصراحة، وكل اللي أنا عايزه باجي أخده، زيت، سكر، رز، شاي، جبنة، أي حاجة بلاقيها إن شاء الله بلاقيها هنا. غرفة عمليات بوزارة التموين تتابع من خلال تقرير يومي المنافذ التموينية والمجمعات مع المرور الدائم على هذه المنافذ للتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها. محمود جميل، التلفزيون المصري. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها الرسمية، لكنها سجلت رابع خسارة
على التوالي، إذ خشي المستثمرون من أن يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنسبة 8% إلى 74 دولار و9 سنتات، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 70 دولار و64 سنت للبرميل، كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.4% لتصل إلى دولارين و44 سنتا للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.59% لتسجل 2.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. سددت الأرجنتين مبلغ 2.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني من أجل الحفاظ على احتياطها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين. وأكدت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في بيان أن سلطات الأرجنتين تفي بالمتطلبات المالية تجاه الصندوق. وتوصلت الأرجنتين العام الماضي لاتفاق مع صندوق النقد على إعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار أمريكي منح في عام 2018. أكد زعماء الاتحاد الأوروبي التزامهم بتحسين القدرة التنافسية طويلة المدى للاقتصاد، وذلك خلال قمتهم التي استمرت لمدة يومين في بروكسل. ووفقا لتقرير نشره هذا العام اتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبية، يعتقد نحو 90% من أعضائه أن بيئة الاستثمار في الاتحاد الأوروبي أقل جاذبية مما كانت عليه قبل 3 سنوات مقارنة بالمنافسين العالميين. في الوقت نفسه قدمت الولايات المتحدة قانون الحد من التضخم، مما جعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر متزايدة ساهمت في إضعاف قدرته التنافسية. بهذا نصل لختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى للسحر وإيمان، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.